وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل يقدم. لاين بالسلامة. نسارة وشوية على رجلينا. لا في السيارة. شعاري في السياقة سير بالمال توصل. شوف قدامك تفكر انك امام دمام وانك زايد لقدام. سيارة في المحنة. سيارة في المحنة، مسلسل اجتماعي فكاهي في حلقات، تأليف أحمد الطيب العلج، ضبط الصوت أحمد الجوهري، إخراج الهشمي بن عمر. هيا أخوي أحمد. هيك يقول لي من فم ولودني. واش انا غادي نكذب عليك؟ قلت لك انا ما ناشي هنا، وما ناشي هنا معناها ما ناشي هنا، معناها سير بحالك. ايوا بعد مني. قني. ايوا ايوا اش غادي نقول لك؟ ما خلاو لي من حكاوه هذه القضيه، شنو بيا عملوا لي فضيحه وجميع الناس زعما معارفنا واصدقائنا عطاوهم الحق. ايوا وتلقوا لي شحال من نادره رجعوني حديث في كل بيت، وخصوصا السي سليمان. ايوا شفت الوساطة وشفت الاصدقاء والو، ومشيت برجلي برجلي مره اخرى لعند الهاشمي، عاود خرج لي وقال لي ما ناش هنا. قلت لك ما ناش هنا، ولا قلت لك ما ناش هنا يا ما ناش هنا. لا طيب. اما سليمان واحد المره تلاقيته غير صدفه. مرحبا بكم في قناه المحبين المسلسلات الاذاعيه المغربيه. معايا انا سي هو اللي انا الطايه ما عرفتيني شي. لا نعم السلام. خليني بعدا غير نحكي لك. الله يخليك. اسمح لي يا سيدي راك غلط مسح نظرك. انا ماشي هو السيك سليمان على من كتألم. سي سليمان اش هاد الكلام عندك؟ الله يهديك. بالفضل منك خليني ندوز، راك قاطع عليا الطريق. ايوا ولكن اش سيدي راجع حسابك راك غلط. سليمان قلت لك ما ناشي سليمان، كتسمع؟ خليني ندوز الله يبارك فيك، وإلا راه ما يعجبك حال. على هاد القبال غادي يكون تقطع الاتصال ديالك بلالا الطهرك، وحكيت لالا الطهرة يعني السيارة ديال السي المختار الانتيكا. وفي الحقيقة احنا كنا في عمل واحد، وإن كان هما من بعد هادشي اللي حدث بدلوا المصلحة باش يهربوا مني. ولكن مع ذلك بقيت انا متبع السيارة وحكاية السيارة، خصوصا وانها كانت حديث جل المجالس. اي ولكن نرجعوا لحكاية لالا الطهرة. نرجعوا للحكاية. ايوا اعطيني الودن وصغالية انا. الله كتفي. ايواش غادي نقول لك راجل، انت راجل موهو، عندك موهبه خارقه للعاده. ياك مننا. اي وفاش عندي الموهبه؟ في اختيار الاصدقاء. عندك الحق، انما بعض الاصدقاء اختاروهم لانسابي. وعلى كل حال انا بعد عندي واحد المبدا في الحياه، غير تختار راسي وتجي ضعف ايما بغات. ايوا والمعنى؟ المعنى واضحه، اللهم في المال ولا في البدن، اللهم في البدن وانا في الايمان، وملي كتب الله لي انا وانت السلامه هذيك هي الدنيا وما فيها. الله الله كتفي، انت راجل ساهل الشمته. هذيك نعرفها. وكيقول لك عقلك انت مطور، وانت في الحقيقه راجل غشيم. هذيك تبان لي دغيا ملي كنشوف وجهي في المرايا. وحتى داك السي المختار الانتيكا ملي ركبنا معاه في سيارته، وهو كيعطينا في الدروس في السلوك في الاخلاق في كيفيه معامله السيارات وكيفية صيانة السيارات، وفي الاخر قال لك الا بغيتي تجيب سيارتك راها عند سي يونس في وجده في لافيراي جهه دار الضو. اي حدا الديوان القديمه. اي وهو جالس كيقلينا في زيدنا، وانت ما كاين غير ايه واخا ايه عندك الحق، كلامك كله صواب. لا ولكن لمننا نسينا في نظرك، واش حنا ما تكرفصناش على لا طهره؟ لا لا طهره السياره اللي شريناها بالسي المختار. ايوا ومن بعد السيارة متاعنا شريناها منه، خلصناها نعملوا بها اللي بغينا. ايوا منطق هذا عندك، هذا الراجل بايع لنا السيارة وملحقنا بحال التبعة. ايوا اش كتقول انت في هذا الكلام؟ بحال التبعة؟ شكون؟ واش كدوي على السي المختار الانتيكا؟ ولكن بلناك الله منه، هذه المرة الى عاود لقيناه وبدا معايا شي بسلام دوك البسلات نتاعو، انا غادي نعجبك فيه، غير تهناه يبقى على خاطرك. وزعما بنيتك باقي تخليني على خاطري؟ والله شاهد عليا.
ايوا غادي تبيع عليا ديك السياره. شنو السياره؟ لا لكم الطاهره. ولكن يعملنا انا السياره ماشي سيارتي بوحدي، واراده البيع خاصها تكون عندي انا وعند سلاش ميراج اختك. واش تكلمتي مع اختك حاجبه في هذا الموضوع؟ لا لا لا، ما عندي لا ما نقولها ولا ما تقول لي. وزيدون هذا كلام كيهم الرجال، وانا ما عندي حتى خطر، ما طالبه منك حتى حاجه الا تبيع هاد السياره المنحوسه. ايوا شوبني ما تبقاش ساكت. من انا انا عندي في السياره النص بيعو. لمن دبر راسك، انا ما بغيتش تكون عندي او عند راجلي السياره. تسالني شي؟ لا، ولكن انت اللي شجعتيني باش نشري السياره. ماشي السياره المشروكه، هادي ماشي السياره، هذا خرج العقل، وانا عمري ما نشجعك على خرج العقل. عندك الحق، والله الا خرج العقل. ولكن واش شفتي بعد السياره كيف جات من وجده؟ لا، وما نبغيش نعاود نشوفها حتى هي ما بقى فيها ما يتشاف. والله ما تقول لي الا دازت في الحرب العظمى. الا جينا دابا نبيعوها لنا مننا، هاي هاي خاصنا ندورو بها ونحاولو نقضو لها الميل شويه شويه. بارك عليا من هاد الهضره، وديو عليا الكرفه، بيعوها في لافيراي. لمن؟ الجن. وفين واحد الجن؟ الجن اللي غادي يشريها ويزعم عليها، الجن ما ابطنا به. دابا اش كتبغي تقول؟ الله الله كتفي. ايوا كنبغي نقول هاد السياره في هاد الحاله ما تسوى شي، فراك مصدي مجنجر. واش عندكم ما تصلحوا فيها؟ ما بقى في الفاني ما يفنى. والله الا بحال شي مره شايفه صبغه شعرها شقر وعامله مهجن علوان في وجهها. وهل يصلحوا العطار وما افسده الضر؟ ويلي ويلي. شوف دابا هاد الهضره هادي كلها ما عندي ما ندير بها. هاد السياره غادي تبيعوها؟ غادي تبيعوها. صافي صدر في الحكم. سمع مننا. قلت لك بيع السياره. بيع السياره واخا لا نبيع السياره. قلت لك ما نبيعوش السياره. واش كتسمع؟ كنسمع، ولكن يا حاجبات السياره ماشي متاعي بوحدي. الا بغى يبيع سليمان يبيع حقه. ولكن انا ما عندي باش نشفع. حنا ما نبيعو ما نشفعو. ايوا مزيان، عاد عولت نتعلم نسوق ووجدت الاوراق كلهم باش ندوز الرخصه، عاد انت جاتك الفكره ديال بيع السياره. ولكن يا هاد المراه السياره ماشي متاعي بوحدي، والسي سليمان بغى يبيع. يدبر راسو، حنا ما نبيعو ما نشريو ما نشوطو ما نكيرو. كيفاش زعما؟ كيف راك سمعتي؟ وزيدون السياره في هذيك الحاله فاش هي الان ما تسواش فرنك واحد. ومعنى هذا كيخصنا ندورو بها ونصلحوها. نصلحوها؟ هاي واش عرفتي بعدا شحال كيخص الاصلاح نتاعها؟ عارف، خاصها مال قارون باش عاد تولي سياره. يا حتى انت لا تسمعيش الاصلاح، غادي غير نتفتفوا عليها شويه ونحلقوا عليها وخلاص. لا. كيفاش لا؟ ما نصلحوا ما نبيعوا، ما نطلعوا ما نهبطوا. ولكن يا حاجبه ما نبغي نسمع منك حتى كلمه اخرى في موضوع بيع السياره. واش سمعتي؟ سمعت. كاين اللي تعجبو السياره ديالنا وخصوصا لما تكون قديمه بحال هذا الشكل ديال هاد التحفه ديالنا قليل، ولهذا قلت انا زعما الا جاب الله شي كانبو. كانبو زعما نهبطوها له. اش غادي نقول لك السي سليمان؟ انا من رايي ما نبيعوهاش. تبدل لك النظر عاوتاني. كيفاش تبدل لي النظر؟ ويلي غير باش قلت لي الا جاب الله شي شاهي نبيعوها له، قلت لي غادي تدفعها الصباغ صاحبك يحلق عليها. اش وعد دابا؟ جاوبني بصراحه. انا في الحقيقه كنت غادي ندفعها للصباغ، ولكن الوالد ما خلانيش. الوالد ما خلاكش؟ اي الوالد ما خلانيش نصبغها او نبيعها. هم بينك هاكيني على الوالد. الوالد ما خلاكش تصبغها او تبيعها؟ اهلا بالسيد الاستاذ غوممو. ايوا دابا على هاد الايمان خصنا نجيبو لك الهايا نشيك بشكيطو. قول لي بعد انت منين جات كطاط الوالدين في هاد الساعه؟ انا راجل مرضي الوالدين والحمد لله، وطاعه الله طاعه الوالدين. امنا بالله. ايوا وعلاش ملي قالك باك ما تشريش هاد السياره المشروكه ما تعطيش وشريتيها ام مسخوط؟ ما بغيتش نخسر لك خاطرك انت. وخسرتي خاطر باك امر ديال الوالدين ياك؟ زيغتيني خرجتيني على طاعه الوالد، خليت لك الله. ايوا سيدي حتى انا خليت لك الله. علاش؟ اش عملت لك انا؟ عاد كتقول لي خرجتيني على طاعه مالين الدار. طاعه مالين الدار؟ اي طاعه مراتي. شريت هاد السياره معاك بلا خاطره بلا ارادتها، ونقولها لك بكل شجاعه. وعلى ما صعب
الخروج على طاعة الوالدين أو الخروج على طاعة مدام؟ شوف انت، انت اللي خاصك تجاوب على هذا السؤال. ما عندي ما نشوف، ما كاين شي بحال طاعة الوالدين شي طاعة في الدنيا أبدا. هذا أمر مسلم، وطاعة الله في طاعة الوالدين، ولكن واش انت ما باغيش الآن تخرج على طاعة الوالدين؟ يعني شي طاعة أخرى؟ بحالاش؟ شي طاعة مدام مثلا، غير في المثال. إوا جاوبني بلا انفعال. ما كاين غير طاعة الوالد، وصدقني. على كل حال، في بعض الأحيان الخروج على طاعة الوالدين سلبي كثير من الخروج على طاعة مدامات. بحالاش زعما؟ شتي كتكلم معايا بالألغاز، فسر لي. الوالد والوالدة واخا يجيب الله وتخالفهم في الري، ما يحضوا عليك ما يعرفوا فيك الصفة، كاينة ولا لا؟ كاينة. ما يدعيو لك غير بالهداية والخير، كيف ما بغات تكون الظروف. بخلاف مدامات، كتبقى امرأة دائما كتكفدك من ودنك بحال كمل من عالك. ويلا بنت لالو جيبه يمكن تنصام وتقول لك هادي فديك وحنا خيات. طبعا هذا ماشي حكم عام او قاعده، كاينين العيالات طيبات بزاف والله الحمد. سليمان، السي سليمان، شتك باغي تولي فيلسوف؟ لا لا لا، محال، بالمحال قطع نكون فيلسوف. شكون هو هذا الفيلسوف الدنيا اللي يمكن يشري السياره في عمر 4 من زمان وفوق هذا الشيء كله مشروكه؟ منين غادي تجيني فلسفه ومنين غادي تسوح عليا؟ يا دابا وكان المهم، المهم نبيعوا السياره. ايوا اخويا سليمان، اش غادي نقول لك؟ انا الوالد قال لي ما نبيعهاش. وانا مراتي من انا عاطلي نبيعها. مراتك من انا؟ بلا الف بلا دوار. واش دابا غادي نعملوا من هذا الحديث التافه موضوع خلاف؟ انت وانا في علاقتنا الحمد لله اكبر من هذه الخلافات التافهه. هاي احنا اكبر من الخلافات، ولكن ما خصناش نكونوا صغير من التفاهم. وفي هذه المساله بالذات خصنا نكونوا واضحين. وإني عليك الله يخليك من العاطفة والديماغوجية، أنا باغي نبيع السيارة وصافي. خليني نحاول عاوتاني مع الوالد. مع الوالد؟ خليني نموت بالضحك شوية. واخا سيدي، حاول مع الوالد وحتى مع الوالدة. الله يهديك، الله يهديك يا سليمان، الله يهديك. أنت معنا دابا صافي. واحد 200 او 300 متر على دار الحاجه وقف لي نكمل على رجليا. انا شاودي علاش هاك داك؟ والله انا لحتى تقولي لي علاش من انا صالحيني. عرفتي داك النهار ملي وصلتيني لدار الحاجه، غير انا دخلت بشويه وهي تدخل واحد السيده كتموت بالضحك غاديه تفرقع كاخ كاخ كاخ. قالت لها الحاجه مالك ياك لاباس؟ اش ضحكك؟ ضحكينا معاك. وهي تجاوب هذيك المره لا لا لا، غير شفت واحد مولاتي الطنوبيل واقفة هنا في باب داركم قتلتني بالضحك. قالت لها الحاجة ايوا علاش؟ اش فيها زايد؟ جاوباتها هادي طوموبيل شارلو، سيارة تاريخية كتعقل على جد النمل وسيدنا نوح. والله العظيم الا غير شفتها تفكرت المرحوم شارلو، سيارة من القرن الماضي. وباش عرفتي انتي تتكلم على طوموبيلتنا حنا؟ وصفاتها. كيفاش وصفاتها؟ وصف دقيق والله ما تقولها الا صورتها بالكلام. وحتى انت وكيف كنتي جالس كتعاين وصفاتك بالضبط. ايوا من بعد؟ من بعد انا غرقت بحشومه، ولهذا بغيتك اليوم تحطني بعيده شويه على دار الحاجه وما تنتظرنيش وما توليشي من مرايا. هي دابا كتحشمي تكبي في هذه السياره والسلام. كنت نحشم نركب فيها قبل ما تسافر ديك السفره نتاع التاريخيه لوجده، اما ملي جات وبقات مكرفصه هكذا بحال الوجه المشروك اللي عمرو ما كيتغسل خلاص. ايوا احنا قربنا وقف. واخا لالا ها ما توليش من مورايا قلت لك غادي نولي في الطوبيس. واخا لالا هيا ليالات ما لقيتي فين توقف غير في هاد البلاصه وقبلت هاد الجوقه. الناس كلهم كيشوفوا فينا ولي كل غير زدتي شويه ياك. قلت لك خاصك ياك، ولكن عاد دابا عرفتي انك تقول لي وقف بعيد على دار الحاجه. زعما كون زدتي واحد شويه لشي قنيت او شركينه اش فيها من باس؟ وانا لالا حنا كنسرقوا، اش هاد الكلام عندك مننا؟ ما كنسرقوش ولكن السترة مزيانه، ما يشوفنا حد راكبين في هاد القصديره. هي دابا هاد السياره بتاعنا ولات عندك بحال الزله، والزله خاصها تكون مستوره. هاد التحفه هادي هادي عباد الله زله، ايكو في السياره زله. ايوا خلينا دابا من هاد الهضره، ويلا عندك شي شغال سير تقضيه. ها هي اسمعني مليح. انا سامع لالا. ما ترجعش من مورايا، شوف هنا كنوصلك عندك تعمل لي تاني شي كعيا. كعيا دابا يكون في هاد السياره كعيا؟
مرحبا بكم في قناة المحبي المسلسلات الإذاعية المغربية. ويدوز بيها في وسط المدينة بوجه أحمر وعينيه محلولين، يستحق يقولوا الناس باز 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 يا سيدي باز. هكذا ودابا سير خلاص بعد مني. الله الله كتفي، ها أنا مزوجة فيك. ماما ما نوليش، أنا عارف ما نوليش يا مركل. الله غيث عناي. إلى اللقاء معكم في الحلقة المقبلة بحول الله.